أصدرت مجموعة الأزمات الدولية وهي منظمة مستقلة وغير ربحية تقريرا جديدا عن تنظيم حزب الله يبحث خلفيات وأهداف خطابه الطائفي ودوره في سوريا ومشاكل الانضباط التي تضرب صفوف مقاتليه. هذا التقرير يأتي ليؤكد الوضع الحرج للحزب مع تراجع دوره وتضييق الخناق عليه إقليميا ودوليا، وهو ما سنحاول استعراضه ومناقشة تفاصيله في ملفنا الخاص لهذه الليلة. خفايا عن قتال ميليشيات حزب الله في سوريا كشفها تقرير جديد أصدرته المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات. التقرير يحمل عنوان اللغز السوري لحزب الله، ونشرته المنظمة مرتكزة على مقابلات مع مصادر داخل حزب الله اللبناني ومقربة منه. أبرز ما تضمنه هو معاناة حزب الله في ظل خطابه الطائفي ومشكلات الانضباط في صفوف مقاتليه. اكتشفت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات أن الحزب المسلح يوشك على خسارة شبكة الدعم الأساسية له إذا ما استمر في استراتيجيته الراهنة في سوريا. ويذكر التقرير أن الحزب أرسل ميليشياته إلى سوريا عام 2013 لينقذ نفسه بالدرجة الأولى، فلو انهار نظام الأسد أو هزم لواجهت ميليشيات حزب الله خلفاً معادياً في دمشق وخسرت طريق السلاح الأساسية لها من إيران. ويضيف التقرير أن هدف حزب الله الأساسي بالحفاظ على النظام قد تحقق، لكنه يتخبط في الحرب التي لم تنتهي حتى اليوم. كما أن اللهجة الطائفية التي يستخدمها حزب الله خلال الحرب في سوريا سببت ضرراً كبيراً لسمعته، فالتقرير يفيد بأن الحزب يصور نفسه اليوم قوة إقليمية كبرى تمتد عبر الحدود، بعدما كان معروفاً بتمركزه في لبنان وانحصار حركته بمقاومة إسرائيل. وفي التقرير أيضاً تقلصت شعبية حزب الله التي بنيت سابقاً إثر مواجهته إسرائيل، وأصبح ميليشيات طائفية شيعية، وفي بعض مناطق سوريا يراه الناس محتلاً. وقال الباحثون أيضاً في منظمة المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إن الانضباط والروح المعنوية لدى مقاتلي حزب الله على الجبهات مهددان، وينقلون عن مقاتل سابق في الحزب شارك في معارك ضد إسرائيل أن المقاتلين في سوريا أقل التزاماً وأقل انضباطاً. الشهادات التي ارتكز عليها التقرير تؤكد ارتفاع الغضب المحلي تجاه ميليشيات حزب الله، فمحيط حزب الله في لبنان لم يعد قادراً على إخفاء الإحباط وخيبة الأمل اللذين يشعر بهما باستمرار مع سقوط مقاتليه في أرض سوريا. والعائلات المناصرة لميليشياته لا تخفي بعد الآن حسرتها وضيقها إثر الزج بأبنائها في نزاع لم يختاروه، كما أن الأجواء الطائفية المشحونة داخل الحزب المسلح يحذر مراقبون من انعكاسها في الداخل اللبناني. معنا الآن من بيروت الكاتب والباحث السياسي توني أبي نجم. مساء الخير أستاذ توني، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار من جديد. نشير إلى هذا التقرير عن الذي صدر عن مجموعة الأزمات الدولية حول ما أسماه التقرير معضلة حزب الله في سوريا. المسألة الرئيسية في التقرير، الحزب حقق هدفه الرئيسي في سوريا، يجب عليه التفكير في استراتيجية الخروج. هل تعتقد بأن للحزب بالفعل استراتيجية للخروج من سوريا؟ يعني ربما يجب أن نسأل أيضا هل فعلا الحزب حقق هدفه في سوريا. ربما الأصح أن نقول الحزب نفذ الأجندة الإيرانية في سوريا، والسؤال يجب أن يصبح هل حققت إيران هدفها في سوريا، وبالتالي الإجابة يجب أن تكون على هذا السؤال، لأن للحزب لا أجندة للحزب مستقلة عن الأجندة الإيرانية. أما هل من استراتيجية للحزب للخروج من سوريا؟ بحسب كل المعلومات التي كانت متداولة في لبنان، وبحسب المعلومات الصحفية ومعلومات من عائلات عدد كبير من مقاتلي حزب الله الذين سقطوا في سوريا، ومن عائلات مصابين عادوا إلى لبنان، وفي كتير كمان كانوا هن يفتعلوا إصابة، يعني يأوصوا على حالهم يفتعلوا إصابات تيرجعوا. في كان مطالبة منذ أكثر من سنة ونص وسنتين، وضغط في محاولة للعودة إلى لبنان، لأنه كانوا عم بيشوفوا أنه القتال هناك كله لحماية شخص. إنما السؤال الكبير، هل لدى الحزب استراتيجية مستقلة؟ بالطبع لا، وبالتالي توقيت عودة حزب الله من سوريا ستقررها إيران في التوقيت الذي يناسبها، في التوقيت الذي يخدم مخططاتها وأهدافها.
وبالتالي السؤال الأكبر هنا ماذا سيجري على الصعيد هيك الكباش الناعم بين روسيا وإيران في الداخل السوري، وهل ستمكن روسيا من فرض ضمن الحوار السياسي السوري اليوم إخراج جميع الميليشيات الشيعية التي تقاتل والميليشيات الغريبة التي تقاتل في سوريا والتي حزب الله في مقدمتها؟ هنا السؤال الأساسي، أم أن حزب الله والسياسة الإيرانية سيكمل في المواجهة في الداخل السوري، وبالتالي قد تكون هذه المواجهة مفتوحة على احتمالات كثيرة، وخصوصا في ظل كل ما يحكى عن تنسيق روسي إسرائيلي حول مواضيع شتى قد يكون موضوع حزب الله من ضمنها. طب دعني أعود إلى النقطة التي انطلقنا منها، مسألة أنه الحزب حقق أهدافه في سوريا بحسب التقرير، مرة أخرى نشير إلى تقرير مجموعة الأزمات الدولية، وأنت تقول أنه هذا هو هدف إيران وهو بالفعل كذلك. هل يمكن القول بشكل عام أن هذا الهدف تحقق، الحفاظ على النظام السوري في هذه الأزمة السورية؟ يعني ثمه ظاهر وشكلي، في الظاهر وفي الشكل قد يعتبر حزب الله وإيران أنهما تمكنا على الأقل من عدم السماح بإسقاط بشار الأسد، ولكن هل تمكنا من الحفاظ على النظام؟ اليوم من يقرر في سوريا ليس بشار الأسد، من يقرر في سوريا هو فلاديمير بوتين، من يقرر أو يتعاطى في سوريا هو السيد علي خامنئي، وبالتالي النظام الموجود هو نظام شكلي لا يسيطر فعليا على أكثر من دمشق، وحتى داخل دمشق يعني تابعنا التفجيرات التي حصلت قبل يومين، وبالتالي هذا النظام لم يعد له سوى وجود شكلي يستغله الروس والإيرانيون من أجل التفاوض ومن أجل رسم صورة جديدة للمنطقة. إيران تسعى إلى تحقيق مصالحها في الداخل السوري وفي المنطقة من خلال التوسع، والجانب الروسي عزز أيضا وضعه في الإقليم في المنطقة وفاوض على أكثر من جبهة، وبالتالي النظام الذي بقي بالفعل هو نظام صوري لا كلمة له، وبالتالي مقولة أنه تم الإبقاء على النظام هي مقولة مشكوك بصحتها وتحتاج إلى نقاش كبير. يكفي أن النظام لم يعد قادرا، يعني وباعتراف الروس أنفسهم، كاد يسقط في أيلول منذ سنتين ونصف لولا التدخل الروسي المباشر في العملية. قال الروس في تقاريرهم أنه كان يحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة ليسقط النظام لو لم يتدخل، وبالتالي ليس حزب الله ولا إيران من حمى النظام، بل من حمى النظام هو التدخل الروسي المباشر في الحرب السورية. التقرير أيضا أستاذ طوني يتحدث عن الأثمان التي يدفعها حزب الله سواء داخليا أو على مستوى الإقليم نتيجة تدخله في الحرب السورية. إلى أي مدى هذه المسألة يعني تؤثر على عملية صنع القرار داخل حزب الله فيما يتعلق بالمشاركة؟ إذا كان القرار في نهاية المطاف هو قرار إيراني، هل يملك حزب الله أن يأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار فيما يتعلق بمشاركته في الحرب في سوريا؟ سيد الكريم، أعتقد أننا سنكون أو حزب الله سيكون أمام سنوات طويلة ستأخذ معه وقتا طويلا لمحاولة استيعاب حجم خسائره في سوريا، وأتحدث عن الخسائر على أكثر من مستوى. بالدرجة الأولى سمت خسائر هائلة على صعيد العنصر البشري، أهم كوادر ومقاتلي حزب الله الذين كانوا اكتسبوا خبرات هائلة في المواجهات مع إسرائيل وآخرها في حرب تموز 2006 قصرهم حزب الله في الداخل السوري. القادة الميدانيين وغيرهم من المقاتلين فقد حزب الله بحسب أقل التقديرات ما يزيد عن 1400 مقاتل، غير الآلاف من المصابين الذين لم يعودوا يستطيعون القتال، وبالتالي الخسارة البشرية لعناصر مدربة لكادرات أساسية لقادة ميدانيين وعلى أعلى المستويات، هؤلاء العناصر والقادة والمدربين جيدا لا يمكن بناؤهم في سنة وسنتين، هؤلاء يحتاجون إلى سنوات طويلة من التدريب ومن التمرين، ولا أحد يستطيع أن يتأكد ما إذا كان حزب الله سيقدر على إنتاج المزيد منهم في ظل الشح المالي والضائقة المالية وما تعانيه إيران اليوم من حصار يتجدد مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. فإذن الموضوع الأول العنصر البشري، الموضوع الثاني الخطير جدا هو الموضوع الاجتماعي.
بيئة حزب الله دفعت أثمان كبيرة جدا. اليوم حزب الله ليس معنيا فقط بالعناصر البشرية التي خسرها، حزب الله معني بعوائل، يعني ما يسميه عوائل الشهداء، ما يحتاجه من أجل نهوض بيئته ومجتمعه من كلفة مادية وكلفة اجتماعية ومحاولة إعادة تأهيل واندماج من جديد. الموضوع الاجتماعي ليس بالأمر السهل تجاوزه. أيضا سمت إشكالية أساسية جدا الحد المذهبي الذي وصل إليه حزب الله، كما أشار التقرير وهو جد صائب، في حرب تموز 2006 تم رفع صور السيد حسن نصر الله في معظم العواصم العربية والمدن العربية. اليوم حزب الله هو حزب منبوذ في كل الدول العربية، أستطيع أن أقول في كل الدول العربية، وحتى في الداخل اللبناني من بعد ما كانوا اللبنانيين استضافوا النازحين من 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 عائلات حزب الله ومن أهل الجنوب وغيرهم. اليوم لا أحد يستطيع أن يتخيل حجم الاحتقان المذهبي القائم في لبنان. وبالتالي هذه الخسارة المدوية والكبيرة في سمعة حزب الله وفي اسمه وموقعه لا يمكن تعويضها، وسيحتاج الأمر ربما إلى قرون. وبالتالي إذا سمحت لي في إشكاليات كبيرة. تحدثنا عن استنزاف موارد حزب الله في هذه الحرب في سوريا. التقرير من جهة أخرى يشير إلى جوانب قد تكون يعني تحسب لحزب الله من تدخله في هذه الحرب. يقول التقرير: لقد استفاد حزب الله من علاقته بروسيا وتمكن من تعزيز خبرته العسكرية والتكتيكية من خلال انخراطه في تحالف قتالي مع قوة عالمية للمرة الأولى. إلى أي مدى بالفعل استفاد الحزب من هذه التجربة في سوريا برأيك؟ يعني بكل صراحة لا أعرف إن كان استفاد فعلا. كل التقارير الغربية تتحدث عن أن المخابرات الروسية كانت تزود الجيش الإسرائيلي بتقارير عن موضوع أسلحة حزب الله. نعرف كم مرة أن الطيران الإسرائيلي قصف أسلحة لحزب الله وصواريخ كان يتم نقلها بناء على معلومات استخباراتية روسية. لا مجال للمقارنة. يعني إذا ما نأخذ هذا الكلام على محمل الجد، معناتها بشكل مباشر أنه اليوم حزب الله هو حليف إسرائيل، لأن حليف روسيا الأول في المنطقة هو إسرائيل. وبالتالي إذا كان يستفيد من هذا الموضوع، فربما عليه أن يجري دورات مشتركة مع الجيش الإسرائيلي ربما أفضل. أعتقد أن في الأمر مبالغة كبرى، وفي الأمر عملية، يعني نوع من العملية الدعائية التي يجريها حزب الله، وربما من كتب التقرير قد وقع فيها، لأن الجيش الروسي وضع معظم قوته من خلال القصف الجوي. الجيش الروسي بالفعل لم يشارك بريا، كان لديه بعض المستشارين ولم يشارك في عمليات برية كبيرة. الفعل الروسي الأساسي كان من خلال القصف الجوي. وبالتالي يعني هذه محاولات يعني كان عم بينشرها حزب الله لشد عصب بيئته ومحاولة تظهير أنه اكتسب خبرات جديدة. هو اكتسب خبرات، ولكن ادعاء حزب الله أنه أصبح شريكا لروسيا في الحرب السورية، كما ربما أستطيع أن أدعي أن أصبحت شريكا لمارك زوكربيرغ لأن لدي حساب على الفيسبوك. شكرا جزيلا لك الأستاذ طوني أبي نجم، الكاتب والباحث السياسي، كان معنا من بيروت.